بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين زيارة، أسأل الله القبول أغاتي أصالة عن نفسي وعن والدي وعن والد والدي، جيراني أصدقائي أقربائي، حيهم وميتهم، وبالخصوص من قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة من الله تعالى. إن شاء الله ما ننساكم الدعاء والزيارة، جميع من قلدنا الدعاء والزيارة في بلدنا الحبيب العراق، جميع محافظاتنا العزيزة، أخوتنا، أهلنا، ناسنا، شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، طاعة قربة من الله تعالى. إيران، باكستان، الهند، الجميع، أوروبا، أخوتنا جميعا، أسأل من الله بحرمة الحسين أن يحفظكم ويحفظ عوائلكم ويرزقكم زيارة الحسين بالقريب العاجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.